الفتى الفرنسي صاحب الأصول الألمانية عايش الفقر منذ بداياته، تفوق في الدراسة فدرس في أعرق الجامعات، شارك أستاذه في إنشاء مصنع للتبريد واختص في مجال الاختراعات، فخلق ثورة صناعية عبر محرك يعمل بالزيت النباتي. هذه مسيرة مخترع محركات الديزل عدو عمالقة صناعة النفط الذي صادق الإنجليز قبل سنة من اندلاع الحرب العالمية الأولى لتكون ألمانيا ثاني أعدائه. المخترع رودولف ديزل لامس الشهرة فواجهه الموت، وأصابع الاتهام تحوم حول القوات الألمانية ورجال النفط. فهل تم تدبير موته أم أنه أنهى حياته بنفسه؟ وما مدى صحة نظرية المؤامرة؟ لكن وقبل الإجابة على هذه الأسئلة، سيتوجب علينا أولاً معرفة تفاصيل حياته منذ البداية. بدايات قاسية. شهدت سنة 1848 ثورة ألمانية لتوحيد ألمانيا، تسببت في أزمات اقتصادية بعد فشلها، ما أرغم العديد من المواطنين الألمان على الهجرة، وكان منهم تيودور ديزل الذي عزم على الرحيل إلى فرنسا، حيث تزوج بابنة تاجر أنجبت له سنة 1855 الطفل رودولف ديزل، والذي ظهر عليه الذكاء الحاد منذ صغره، فقد أتقن الألمانية والفرنسية والإنجليزية أيضا، كما أنه عمل مع والده في ورشته الخاصة لتحسين مدخول عائلته التي تعاني من أزمة مالية حادة. ورغم الفقر كانت عائلته تحضره للدخول لإحدى المدارس الفرنسية سنة 1870، ولكن ولسوء حظه العاثر دخلت فرنسا في ذلك الوقت في حرب مع ألمانيا، ما أجبر عائلة ديزل على الرحيل إلى لندن. وبسبب الفقر المدقع أرسل تيودور ابنه رودولف ديزل إلى عمه الأستاذ في ألمانيا الذي درسه الرياضيات وساعده على الدخول إلى مدرسة صناعية في أوكسبورغ، وهناك تعرف على الأستاذ فون ليندا وهو مخترع أيضا. وبعد التخرج عاد ديزل لفرنسا وتعاون هو وأستاذه كارل على بناء مصنع تبريد وثلج حديث، واستغرق الوقت منه عاما واحدا ليصبح مديرا للمصنع. ثم في سنة 1883 تزوج ديزل من مارثا فلاشي وأنجبت له ولدين وفتاة واحدة، كما واصل أيضا العمل مع أستاذه وتحصل على براءات اختراع باسمه في ألمانيا وفرنسا. لكنه في ذات الوقت كان لا يزال يفكر فيما تعلمه من أستاذه كارل أثناء الفترة الجامعية حول مسألة إهدار الوقود في المحرك البخاري الذي يعمل بكفاءة 10% فقط. الطريق نحو الشهرة العالمية. بعد دراسة مكثفة استطاع ديزل في آخر المطاف اختراع محرك اعتبر ثورة سباقة في اقتصاد الشركات الصناعية سنة 1894. في بادئ الأمر كان يتوقع ديزل وصول محركه إلى كفاءة تصل إلى 75%، لكن أقصى ما وصل إليه كان 27%، بينما في يومنا الحالي تصل كفاءة محركات ديزل إلى 50% كحد أقصى. تلا ذلك وفي سنة 1910 تقديم ديزل لمحركه في معرض باريس الدولي ليدهش الحضور بمحركه الذي اعتمد على زيت الفول السوداني النباتي كوقود، ما يجعل منه أقل تكلفة مقارنة بأسعار النفط. أثار ذلك حفيظة أصحاب الشركات النفطية فكسب عداوتهم. ولتفوق محركات ديزل على بقية المحركات في السوق العالمية، صار المحرك أساسيا للغواصات والسفن الحربية، وبحلول سنة 1904 امتلكته أيضا سفن فرنسا. لكن ومع توتر العلاقات السياسية بين الدول عام 1913، أي قبل الحرب العالمية الأولى بسنة، كسب رودولف ديزل عداوة جديدة مع الحكومة الألمانية، خاصة بعد تواصله مع الحكومة البريطانية من أجل فتح مصنع لمحركاته في إنجلترا. الموت الغامض. في مساء 29 من سبتمبر عام 1913 كان ديزل في رحلة بحرية نحو إنجلترا لعقد تلك الصفقة، وبشكل أدق في الساعة 10 بعد وجبة العشاء مباشرة
حيث طلب من طاقم السفينة إيقاظه في الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ليكون ذلك آخر طلب في حياته. فعندما حل الوقت المتفق عليه تأخر ديزل عن وجبة الإفطار، مما أثار قلق الطاقم الذي قرر تفقده في مقصورته للاطمئنان عليه، ليتفاجأوا باختفائه تماما من على سطح السفينة، حتى أن سريره كان مرتبا وغير مستخدم. وبذلك اتصل أصدقاؤه في السفينة بالقنصل الألماني لتنطلق رحلة البحث عنه. وبعد 10 أيام من تلك الحادثة عثر طاقم قارب هولندي على جثة مشوهة ومتحللة تطفو فوق البحر بالقرب من النرويج، فسلموا ما وجدوه من ممتلكات في ملابس الجثة لتلك السفينة. وفي يوم 13 من أكتوبر من نفس العام أكد أحد أبناء رودولف ديزل أنها ممتلكات والده. وبما أن السفينة وطاقمها كان ألمانيا، سلمت القضية للشرطة الألمانية التي اتفقت على أن ديزل قد أنهى حياته بسبب كثرة ديونه بعد فشله في مجال البورصة وتردي ظروفه الصحية نتيجة لتجاربه العلمية السابقة الذكر. كما ثبت أن حسابات ديزل البنكية وقتها كانت فارغة تقريبا، ويبدو ذلك منطقيا بعد تركه لزوجته حقيبة بها 20,000 مارك ألماني قبل سفره. ومع هذا كذب الإعلام والخبراء رواية الشرطة متهمين الحكومة الألمانية باغتياله، حتى إن إحدى الصحف كتبت مقالا بعنوان رمي مخترع في البحر لمنعه من بيع براءة اختراعه إلى الحكومة البريطانية، خاصة أن ديزل رفض إعطاء القوات الألمانية الحقوق الحصرية لاختراعه، وكان قريبا جدا من تزويد إنجلترا بمحركه الخاص. كما وجه أصحاب نظرية المؤامرة الاتهام إلى عمالقة النفط قائلين قتل على يد عملاء من وكالات النفط الكبرى، وذلك يعود لما قاله ديزل حول مخاطر المحركات النفطية التي تسبب التلوث، فهم يشكون أنه قتل حتى لا يطور محركه إلى درجة تجعله يحل محل محركات الوقود الموجودة في معظم السيارات. لكن في النهاية ستبقى تلك الاتهامات مجرد كلام، وسيبقى السبب الحقيقي وراء موت المخترع ديزل مجهولا، بما أن جثته لم تشرح ولم يكن هناك شهود عيان. فبرأيك هل أنهى رودولف ديزل حياته بنفسه؟ أم أنك من داعمي نظرية المؤامرة؟